هذه الحلقة بالتعاون مع مؤسسة عبد القادر المهيدب لخدمة المجتمع، والتي تعنى في مرحلة الطفولة المبكرة بكافة جوانبها، وتطلق اليوم حملة توعوية بأهمية الألف يوم الأولى من حياة الأطفال لطفولة سعيدة ومستقبل ناجح. اسمي لبنى الخميس، أقدم بودكاست أباجورة، أشعلها معكم لأتناول قراءاتي وتجاربي المختلفة في الحياة. هذه الحلقة بعنوان تكبر وتنسى. ينبئ عن قدومه بصرخة أولى، يضج معها الكون فرحا، المهنئون في كل اتجاه، والمحبون يتفقدون ملامحه الطفولية ويداعبون أطرافه الصغيرة، محاطا بالبالونات وباقات الورود وصواني الحلويات، مكللاً بمباركات الخالات والعمات وتهاني الجدات والجارات، ملفوفاً بالأدعية والأمنيات بحياة مديدة سعيدة. تمضي السنين، يمد يده ليطفئ شمعته الثالثة، تهوي والدته على يده الصغيرة بصفعة مؤلمة، لكن لا بأس، تقول بكرة تكبر وتنسى. في السابعة من العمر يبكي في حديقة المنزل حين يلوي قدمه على وقع سقطة مؤلمة، يرفع والده صوته قائلا لا تصيح، خلك رجال، ويضيف بكرة تكبر وتنسى. في العاشرة يوبخه معلم الرياضيات بتعليق ساخر لعجزه عن حل السؤال السهل، يضحك زملاء الصف، يقول المعلم في سره تكبر وتنسى. تمر الأعوام ويكبر الطفل، يقطع المراحل وتتراكم المواقف، الصفعة تتحول إلى ذكرى، والتوبيخ إلى وصمة، والسخرية إلى مرارة، وطفل الأمس يكبر حتى يصبح بالغا راشدا. هذا الطفل أنت، ها قد كبرت كما وعدوك من قبل، هل نسيت؟ غالبا لم تنسى، بل بقيت تتساءل لماذا أكرر نفس الأخطاء وأجدد ذات الألم وأجذب نفس الأشخاص إلى حياتي؟ لماذا أشعر بأني مرفوض قبل أن أحاول، وأن مشاعري واحتياجاتي غير مهمة؟ لماذا أسمح للآخرين بتحديد هويتي وتحجيم إمكانياتي وتسطيح ألمي؟ لماذا أشعر بأني غير جدير بالحب ولست أهلاً للرعاية؟ لماذا أشعر بحاجة للتبرير والهروب والاختباء؟ لماذا أشعر بأني لا أرى؟ جميعنا طرحنا على أنفسنا هذه التساؤلات اللي غالباً مصدرها طفل خائف ومجروح في جسد شخص بالغ ومكتمل. فمن هو الطفل الداخلي في أعماقنا؟ كيف يتشكل ومتى؟ طفلك الداخلي هو ذلك الجزء الخلاق المفعم بالطاقة منك، هو انعكاس لفطرتك الطبيعية وذاتك الحقيقية، هو ذلك الجزء اللي يشعر بأنه أصغر سناً ويتساءل أنا متى وكيف كبرت؟ الطفل الداخلي هو اللي يخليك تقفز بعفوية عندما تفزع، وتضحك ببهجة عندما تفرح، هو اللي يشتاق لرائحة الجدة وطعم الحلوى ودخان الألعاب النارية، هو أنت حينما تخجل من المديح وتنتشي بنظرة فخر من أمك وبحضن من أبوك، وهو اللي يخليك تنسحب أمام تنمر الأصدقاء وتنكمش من انتقادات الأقرباء، يظهر في يومك الأول في العمل، في ارتباكك الواضح في حضرة من تحب، في حماسك وأنت تشجع فريقك المفضل. الطفل الداخلي هو ذلك الجزء الأكثر ضعفاً وهشاشة من تكويننا الإنساني، والأكثر انفعالاً وخروجاً عن السيطرة. مفهوم الطفل الداخلي المختبئ في أعماق كل منا كان جزء من ثقافة العالم منذ 2000 سنة على الأقل. أسماه مؤسس علم النفس التحليلي كارل يونغ الطفل الإلهي، وأسماه المفكر الإيرلندي إيميت فوكس الطفل المعجزة. أما المعالجان النفسيان أليس ميلر ودونالد وينكت أسمياه الذات الحقيقية، بينما ذاع صيت مصطلح الطفل الداخلي عبر الأخصائيين والباحثين في حقل الإدمان. لكن لحظة، لماذا يشعر هذا الجزء النقي العفوي منك بالألم
والوحدة أحياناً. يحدث ذلك لأسباب عديدة، منها آباء غير ناضجين عاطفياً وغير متوازنين في تقديم الحب، فإما إفراط في توفير الحماية مما يولد أبناء اتكاليين متعلقين وغير قادرين على الاتزان، وهو ما يسمى بمتلازمة بيتر بان التي يشعر بها البالغ بأنه طفل غير قادر على النضج وتحمل المسؤولية، أو إسراف في الغياب عن حياة الطفل والتخلي عن مسؤوليات ملء احتياجاته العاطفية، ما يولد أبناء مليئين بالشكوك حول جدارتهم للحب واستحقاقهم للاستقرار. فقد وجدت دراسة أجريت في قسم علم النفس في جامعة ديلاوير على 243 شخص تم تعقبهم من الولادة إلى عمر 32 سنة أن نوع الدعم العاطفي الذي يتلقاه الطفل خلال السنوات الثلاث والنصف الأولى له تأثير على التعليم والحياة الاجتماعية بل والعلاقات الرومانسية حتى بعد 20 أو 30 عام. كما يميل الرضع والأطفال الصغار الذين تمت تربيتهم في بيئات منزلية داعمة إلى أداء أفضل في الاختبارات المعيارية في وقت لاحق، وكان من المرجح أن يحصلوا على درجات أعلى كبالغين، كما وجد الباحثون أنهم كانوا أيضاً أكثر عرضة للتوافق مع أقرانهم والشعور بالرضا في علاقاتهم الرومانسية. لكن رغم ذلك وجد الباحثون أن حوالي 10% من الإنجاز الأكاديمي للفرد مرتبط بجودة حياته العائلية في سن الثالثة، ما يعني أن هناك عوامل أخرى قد تتسبب في معاناة الطفل الداخلي عند البالغين كالبيئة المحيطة والظروف. There are four main core wounds and they are called guilt, abandonment, trust and neglect. Oh, the famous four. تصنف المعالجة النفسية غلوريا زانك مسببات الألم لطفلنا الداخلي فيما تسميه الجروح الأربعة الأساسية. أولاً الذنب، هو ذلك الشعور بالمسؤولية حيال أخطاء الآخرين والحاجة المستمرة للاعتذار الدائم كونك نشأت في بيئة تقوم سلوكياتك عبر إشعارك بالذنب والتأنيب. ثانياً فقدان الثقة، الخوف من أن تنجرح مرة أخرى وتتعرض للأذى النفسي كونك نشأت وأنت غير قادر على أن تثق بوالديك أو تتنبأ بتصرفاتهم وتتفاعل مع ردود أفعالهم، مما يولد لديك حاجة مستمرة لأن يثبت الآخرين لك صدق أقوالهم وحسن نواياهم. ثالثاً التجاهل، هو شعورك الغامر بعدم الجدارة لاستقبال الحب وتلقي الاهتمام وانجذابك إلى علاقات لا تشبع حاجاتك العاطفية كونك عانيت في طفولتك من الحرمان والتجاهل لمشاعرك وتسفيه احتياجاتك. رابعاً الهجران، وهو الخوف من رفض الآخرين لك وانسحابهم من حياتك لتواجه شبح البقاء وحيداً كونك كبرت في بيئة غير مستقرة تلقيت فيها تواصل متقطع وحب متذبذب ورعاية غير مستمرة. تقول أحلام مستغانمي في إحدى رواياتها، ثمة شيء في طفولتك حدث وبدون أن تعي ذلك كل شيء سيدور حوله إلى آخر لحظة من حياتك. المواقف المتراكمة في سطح ذاكرتك الغضة ودهاليز وعيك ولا وعيك تتحول مع مرور الوقت إلى جزء من تفضيلاتك الذاتية وشخصيتك الاجتماعية ونمط تواصلك مع نفسك ومع الآخرين، فتجد نفسك تتصرف دون وعي كما كان يتصرف طفلك الداخلي، فتضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاتك أحياناً وتخرس صوت رغباتك، فتخفي وجهك الحقيقي وتخبئ مشاعرك خلف ستار الجدية أو الهزل المفرط. يتحدث روبرت جاكمان في كتابه الشهير شفاء الطفل التائه بداخلك عن بعض الممارسات اللي يمارسها الأشخاص اللي يعانون من جروح الطفل الداخلي دون وعي منهم، منها تكرار الخيارات السيئة damage attracts damage، فكثيراً ما نجذب في مسرح حياتنا أشخاص يلعبون نفس الدور اللي لعب الآخرون في فصول طفولتنا كالمتنمرين أو المسيئين أو النرجسيين،
فنفسر تصرفاتهم ونتلقى إساءاتهم على أنها شكل من أشكال الحب ونمط من أنماط الحماية اللي تلقيناها في الطفولة. كما تحدث جاكمن عما يعرف بإعادة تدوير الألم، وهو الشعور بالوجع الذي يتجدد كلما تعرضت لأمر يستثير جرحاً مررت به بالطفولة، حين تم وصمك بالغباء مثلاً ولم تعرف حينها كيف تتعامل مع هذا الادعاء رغم إحساسك بالعار، فخزنت هذه التجربة كشعور تخشى وقوعه مرة أخرى. ومع تقدمك بالعمر ووقوع أحداث وادعاءات مشابهة، يستثار هذا الجزء الهش منك والذي بدأ وكأنه توقف عن النمو مع باقي أجزاء جسدك، ما يدفعك لاستخدام أحد أدوات استجاباتك الاندفاعية. خليني أسألك، هل مر عليك موقف بالغت في ردة فعلك عليه؟ صرخت في اجتماع عمل بينما كان الكل هادئ؟ قفلت تليفونك واختفيت عن الجميع لأيام؟ أسرفت في شراء أغراض باهظة الثمن لست في حاجة لها؟ أتلفت شيء ثمين في محاولة لجذب الانتباه؟ بالغت في تضخيم قوتك وتمجيد إمكانياتك خوفاً من تخلي الآخرين عنك؟ هذه مجرد أمثلة على الاستجابات الاندفاعية، وهي الأدوات اللي نستخدمها باستمرار عندما نستجيب لموقف من خلال الجزء الجريح في داخلنا. هذه الأدوات نكتسبها كوسيلة لحماية أنفسنا من الألم في الطفولة، لكنها تستمر معنا عندما نكبر وتعيش في لاوعينا وتتحول إلى الطريقة التي نتعامل بها مع أنفسنا ومع الناس. فالطفل الذي اعتاد الاختباء في خزانة الملابس هرباً من نزاعات والديه قد يتحول هو نفسه إلى البالغ الذي يتهرب من مواجهة المشكلات بالانفصال عن واقعه والانعزال عن الناس. المفارقة هنا أن هذه الأدوات التي تنتجها غريزتنا بشكل غير واعي لحمايتنا تعيد تدوير الألم في واقعنا بدل من تخليصنا منه. كلنا لم ننسى، فهل هناك إذن سبيل للتعافي؟ نعم، بالاعتراف. إذ تبدأ رحلة التعافي بانتصاراتها وتحدياتها، بابتساماتها وتنهداتها، بإقرارك بجرح الطفولة، بوجود هذا الصوت القادم من بعيد بأن هناك غضباً قديماً لم تخمد ناره، وأن هناك تعليق حاد لم تتمكن من تجاوزه. أنت بحاجة للصدق مع نفسك ليتمكن عقلك البالغ الراشد من احتواء طفلك الداخلي والإقرار بحقيقة ألمه. والاعتراف هنا يتطلب شجاعة بالغة للمواجهة، فأنت من خلال الاعتراف قد تهز منظومة من المسلمات التي يخاف طفلك الداخلي مساءلتها، من كونه عانى من الإهمال أو التنمر أو الهجران من أقرب الناس له. وهنا يأتي دور الجزء البالغ الراشد ليأخذ بيدك ويخبرك أن هذا فصل مؤلم حدث فعلا، لكن يجب أن تتصالح معه وتعلم أنك لم تعد طفلا بعد الآن. حرر هذه الأفكار الدفينة بالكتابة، فرغها على الورق. فعل الكتابة سيحرضك على تفكيك معتقداتك ويساعدك على إيجاد طفلك الداخلي وإعادة حبال التواصل معه. خلال رحلة التفريغ ستدرك حجم الثقل الذي كنت تحمله والعار الذي كنت تكبته، ما سيحرك جذوة التعاطف وحس المواساة. بعد أن تنتهي من التفريغ الانفعالي على الورق، اكتب رسالة لطفلك الداخلي، أخبره بكل الأشياء التي تمنيت أن يقولها لك أحدهم، وتعتذر له أنك لم تكن هناك عندما احتاج إليك. لا تحدد وقتاً ثابتاً ولا جدولاً صارماً للتشافي، فلكل منا توقيته الخاص في النمو بعد الذبول، في التحرر بعد القيود، وفي التألق بعد الانطفاء. فكما أن طفلك الداخلي عاش وقته في اختبار الألم، دع البالغ يأخذ حقه في استعادة العافية. ولا ننسى أن أحد أهم سبل التعافي هو الإقدام بوعي على مسامحة والديك
الذين لم يأتوا إلى العالم كباراً راشدين، بل كانوا أطفالاً تملأهم البراءة والهشاشة في يوم من الأيام. تعرضوا هما أيضاً لجروح متعددة ومواقف مختلفة شكلت شخصياتهم وبنت هويتهم. وحتى تستطيع أن تحب قصتك، عليك أن تفهم قصتهم وتعي لغتهم في التعبير عن المحبة والحماية، تلك التي لم يعرفها غيرها، وأنهما مثلك تماماً بحاجة للحب، للتصالح وللتحرر، لكنهما ربما يعدمان الوسيلة والانفتاح والوعي الذي تملكه اليوم. إذ لا يأتي الأطفال مع دليل استخدام، بل يخوض الوالدان الأمر لأول مرة دون خبرة مسبقة، كالحياة تماماً. فهل يمكن أن يكونوا مثاليين؟ آلاف الكتب عن الوالدية ومصادر لا محدودة على الإنترنت، ومئات الإعلانات عن الدورات التدريبية التي تعدنا بأننا سنكون أمهات وآباء أفضل. هذه الدكتورة لميس سليم، أخصائية نفسية للأطفال والناشئة، ومحاضرة في قسم الطب النفسي في كلية الطب بجامعة هارفارد. كل ذلك يجعلنا نشعر أن الوالدية مهنة صعبة نحاول أن نتقنها بشتى الصور دون أن نعي أن ما نحتاجه موجود فينا. نردد كلمة أم مثالية كهدف لا بد أن تسعى الأمهات لتحقيقه، أو ككلمة تشجيع للأمهات ليتحملن أعباء الأمومة وآلامها. أسمعها كثيراً وأقابلها بإيماءة وابتسامة مجاملة، ولكن في داخلي أرفضها تماماً. كيف لتجربة إنسانية عميقة ومعقدة بعمق وتعقيد تجربة الأمومة أن تكون مثالية؟ كل ما يمكننا أن نسعى إليه هو أن نكون ما سماه المحلل النفسي البريطاني دونالد وينيكوت The Good Enough Mother، أو أم جيدة بما فيه الكفاية، وأن نستبدل سعينا للوالدية المثالية بالوالدية المتجاوبة والتي تتطلب الحضور الواعي والحساسية لاحتياجات الطفل الجسدية والعاطفية والاستجابة لها بشكل فعال ومتناغم مع التركيبة المزاجية لذلك الطفل. أخيراً، تذكروا أنت تسير في هذا العالم، تمر بصغاره وتتفاعل مع أطفاله، تلاعبهم، تسمعهم وتتحدث معهم، أنك في طور تشكيل ذلك الصوت الذي سيعيش معهم ويلازمهم في سنوات عمرهم القادمة. أسبغ عليهم الرعاية التي لم تجدها والاهتمام الذي غاب عنك. كن لهم الأذن المنصتة واليد الداعمة والحضن الدافئ. وتذكر أن فاقد الشيء إن تصالح مع فقده يعطيه بكثرة ووفرة وحب.